مثل بطل فيلم ظهر مقاتل من كتائب القسام في مشاهد جديدة نشرت، يرتدي معطفا أسودا طويلا ويحمل بيده اليمنى قاذفا، يركض وراء الهدف غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من مكان ما ظهر المقاتل ذو المعطف الطويل وركض وكان يحتمي بجانب سور رفقة مساعده. يظهر المقاتل الأنيق وسط المشهد وبجانبه دخنة تنبعث من مركبة متفحمة، يرصد مساعده الهدف ويطلق المقاتل ذو المعطف الأنيق قذيفته وتنفجر الدبابة. أظهرت اللقطة الأولى مقاتل القسام وهو في الشارع، في حين ظهرت الثانية والثالثة من داخل بناية حيث كان الهدف واضحا وقريبا. تعود صورة المقاوم لتتجدد كأيقونة لفعل التحرر بعد أيام من ارتقاء مقاومين صرخا ذات اشتباك ولعت وحل اليد ويري. سيد نجم لشبكة قدس الإخبارية.